حطينا في صورة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة. اللي بيحصل في قطاع غزة احنا بنتابع طبعا وبنشوف وبنستعرض وبنعرض اللقطات وبنعرض العدوان المستمر، ولكن حضرتك موجود على الأرض، اشرح لنا الوضع اللي موجود على الأرض. يعني باختصار ما يحدث في غزة هو كارثة حقيقية بفعل القنابل الأمريكية التي تلقيها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على التجمعات السكانية، والتي جعلت الأطفال ونساء وشيوخ ساحة لحرب حقيقية فتاكة تقتل كل شيء. قبل قليل في ساعة المساء تم قصف مدرسة إيواء في غزة، وكذلك تم قصف عدد من المنازل في جباليا وغرب غزة ومجمع أنصار وشجعية والزيتون، عمليات تدمير ممنهجة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها بدون أي شفقة أو رحمة، عملية قتل حقيقية، لأن هناك ضوء أخضر أمريكي وأوروبي لهذه الجريمة التي ترتكب بحق الإنسانية في ظل صمت وعجز من المجتمع الدولي وكذلك تآمر من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. قبل قليل يعني منذ الساعة الرابعة جنوب قطاع غزة يشهد هدوء حذر بعد الجهود المصرية لتسليم رهينتين تم استلامهم بالفعل في مقبرة رفح، لكن حتى هذه اللحظة لم يتصدر بيانات واضحة هل هي هدنة معلنة أم غير معلنة، لكن هدوء في الجنوب هدوء منذ الساعة الرابعة وحتى الآن. طيب أستاذ حسين، ربما كصحفي وأنت بترصد يوميا المشاهد، واضح طبعا في مسألة إبادة، بنتكلم على عائلات بالكاملة، في إبادة لعائلات بالكامل، نتكلم على ما يجري الآن مش مجرد حرب، أنا بتكلم على إبادة للشعب بالكامل، بنجد أحياء كاملة تم تدميرها يعني جابوها الأرض زي ما بنقول كده. عملية تدمير وإبادة لكل شيء، يعني هناك عشرات بل مئات الأسر شطبت من السجل المدني لم تعد موجودة، عشرات الأسر كذلك ربما بقي منها واحد أو اثنان، وكذلك من بقى هو بقى عاجز بلا أطراف أو مصاب أو معاق. هناك حتى هذه اللحظة ربما أكثر من 1500 مواطن تحت الألقاب لم يتم انتشالهم منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة. ظروف في غاية الصعوبة، المستشفيات شبه توقفت عن العمل، أكثر من 1500 مريض كلى لا يستطيعون غسيل الكلى، مرضى السرطان، كذلك أطفال الخدج في المستشفيات وهم تتوقف عليهم الكهرباء في أي لحظة، عمليات الولادة تجرى بلا تخدير، عمليات العمليات الجراحية تجرى بالممرات، ممرات المستشفيات أو في الخيام بلا تخدير كذلك، حتى تبرد الدم لا ليس هناك وسائط النقل من أجل التبرد بالدم رغم كل الجهود التي تبذل في هذا الجانب. والوضع المعيشي صعب جدا لغاية الخطورة، المياه صالحة للشرب ومحطات معالجة المياه، معروف قطاع غزة المياه الجوفية غير صالحة للشرب، يتم الاعتماد على معالجة المياه كلها معطلة ومتوقفة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من 15 يوم. المحروقات لا تدخل، الكهرباء مقطوعة. يعني كل ما أقول لك أن هناك الذي ينجو من القصف والتدمير والاغتيال سيموت إما عطشا أو مرضا أو جوعا أو نتيجة عدم الاستجابة للحياة الطبيعية في قطاع غزة. كنت امبارح حاول بعرض فيديو كده، مجموعة فيديوهات مع بعض، ناس واقفة طوابير على مخابز، ناس واقفة طوابير عشان واخد معاه جراك المية، ناس واقفة طوابير في بعض محطات الوقود أو غيره،
انابيب البوتاجاز، ايه الوضع المأساوي ده؟ ما فيش. بالنسبه للمحروقات كل المحطات توقفت. يعني كل المحطات بالنسبه للوقود لا توجد بها وقود الا لسيارات الاسعاف او لسيارات الدفاع المدني او الحاجات الطارئه جدا. نعم. المخابز يعني العائله ربما حصة الفرد رغيف خبز في اليوم أو رغيف ولتر من الماء في أحسن أحواله، وهذا هو المتوفر في هذه الظروف بعد ساعات انتظار طويلة أمام المخابز. هذا تراه أو ما شاهدته هو المشهد أمام كل مخابز المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، أما في منطقة غزة وشمال غزة الوضع أكثر مأساة. وما لم تجد المخبز